بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا شباب في درس جديد بإذن الله. اليوم حنتكلم عليه سلايد شو، يعني آلية العرض ولا كيفية عرض الشريحة. في الواقع أن إعداد الشرائح هدومية ليس لمجرد التسلية، يعني لازم تفكر أنت في البرزنتيشن. دائما هم اللي حيحضروا البرزنتيشن، الموضوعات اللي أنت تناولتها في البرزنتيشن، النقاط الرئيسية اللي أنت حطيتها، النقاط الفرعية، الصور اللي انت اخترتهم للاودينس، هل هم حيكونوا كلهم حيحضروا البرزنتيشن من بدايته لنهايته، هل عندك البرزنتيشن هدايا فيه بعض السلايد اللي هم تبي تخفيهم ما تبيش تعرضهم، هل البرزنتيشن هدايا تبي العرض نتاعها يتم من الشريحه رقم واحد، هل تبي تعرضه البرزنتيشن هدايا تبي تعرضه في سكرين، ولا تبي تعرضه لكل واحد انديفيدوال، كل واحد مقعمز على جهاز كمبيوتر تبي العرض يتم من خلال الشكل هدايا. فهذا باذن الله هو هذا موضوعنا اليوم اللي حنتكلم عليه. الوضع الطبيعي انك بعد ما صممت البرزنتيشن انت حتبدا في العرض فروم بيجنينج بالشكل هدايا، او ما تضغط عليه حيبدا في عرض البرزنتيشن بتاعك انت من الشريحه رقم واحد وهكذا، شريحه رقم اثنين لغايه من تقضي لكل الشرائح وينتهي العرض. هذا الوضع الطبيعي هو الوضع الاول. بهي الوضع الثاني فروم كرنت سلايد، يعني لو انت مثلا محدد الشريحه هذه وتقول له from current slide حيبدأ العرض من الشريحة هذه. لو أنا واقف على الشريحة اللي هي هدية اللي فيها فايل هنا وقلت له from current slide حيبدأ من الشريحة الحالية في العرض بتاعه. طبعا نضغط على مفتاح escape مفتاح الهروب باش ننهي أو نوقف في السلايد شو. الجزء الثاني اللي يهمنا شباب اللي هو مش البرزنتنج أونلاين بقدر ما حاجة اسمها custom slide show. custom هنا غالبا تعني مخصص، يعني عرض تقديمي انت تحدد مكوناته من شرائح. انت عندك برزنتيشن قائم فيه 8 شرائح، لكن تبي تدير عرض اخر بحيث ما تقعدش تحفظ في الملف هذا باسم ثاني، تلغي منه مجموعه من الشرائح وتخلي شرائح اللي انت تبي تعرضهم بس. لا، نفس البرزنتيشن تقول نيو وتقول لا انيرا وهدايا مسميه كوستم شو، وليكن كوستم شو 1. احنا بدل من كوستم شو 1 خنخلوه مثلا هذا نبي نعرضه مثلا ل ل ل شو اسمه لل للبروجكت نمبر 1 نسموه. بروجكت 01 خلاص. البروجكت 01 سلايد اللي مستهدفات ان يكونوا موجودات فيه هي سلايد 2 وسلايد 5 وسلايد 8. تمام، نقول اد. اذا خلاص انا درت كانه برزنتيشن خاص اسمه بروجكت 1، السلايد اللي فيه هم سلايد هذوما بس. اوكي، ترى ندير شو؟ هذه اثنين انتر لين يكمل الانيميشن اللي بعدها، مشي السلايد هذه ومشي السلايد الاخيره وانتهي. ثلاثه سلايد عرضهم لي وانتهي الوضع. هذا كيف درنا احنا شباب؟ انشانا عرض مخصص، انشأنا عرض مخصص. العرض المخصص مشي طلب منا نعطوه اسم، نحددوا له السلايد لمطلوبات العرض من البرزنتيشن، حددناه وقلنا له شو وانتهى الموضوع، اللي هو شباب هذا كوستم سلايد شو. وجينا للكوستم شو وقلنا له الاول اللي احنا درناه او كوناه اسمه بروجكت 1. ممكن ندير واحد ثاني نسموه بروجكت 2، نسموه بروجكت 2 بروجكت 02. السلايد اللي فيه هي سلايد 1 وسلايد 5 وسلايد 6. عندي ناو تو بروجكتس، صح. البروجكت 2 هو اللي نبي نشوفه يا شباب، الشريحة الأولى ثم الشريحتين الثانيات وهكذا. واضح فكرة شباب؟ هذه كوستم شو، كوستم شو. وزي ما احنا كوناها بنقدر نحذفهم شباب، أشر عليها وتقول له ريموف او تقول كبي اذا كانت تبي تاخذ منها كبي. ريموف ريموف. طبعا في البطن بتاع الايديت نفس الشيء، هدايا اللي يمكنك من انك تزيد او تعدل في الشرايح بتاعها. باه سيت اب شو هذه حيدير عمليه ضبط للبرزنتيشن بتاعك انت، بحيث مثلا حيقول لك ان البرزنتيشن اللي انت حتشتغل فيه البرزنتيشن، هل حنعرضه البرزنتيشن هدايا في فول سكرين تمام، والا حيكون
براوزد باي اندفجوال ويندوز، يعني كل واحد حيبحث عليه في ويندوز خاصه به. لما احنا بنديره له فول سكرين السبيكر هذا بنديره له فول سكرين وبيعرضه ممكن على داتا شو ولا كذا واحد وقدامنا في الشاشه. يهم يكون عندي شباب بن مظبوطه، عندي عندي قلم باش ناشر فيه ونشرح لهم الموضوع هذا صح. لو نحينا شباب وقلنا له لا هو حيكون اندفجوال ويندوز، يعني كل واحد ممكن يكون على جهاز خاص به وقريب منه. ترى ديروا كليك على هذه اختفى موضوع البن، فتلاحظ ان حتى نوع البرزنتيشن اللي انت بتحدده، نوع البرزنتيشن اللي انت بتختاره راه حتى هو ياثر في باقي المواصفات. ايضا من ضمن الخيارات اللي ممكن تختارها انت شو بتقول لها هي لوب كونتينوسلي انتل سكيب. شو معناها؟ معناها البرزنتيشن اللي بنبدا فيها ده بنعرض انا ابدا في العرض من الشريحه رقم واحد للاخير، ونتوصل الشريحه رقم الاخيره ما تنهيش العرض، ابدا من الاول. هذا غالبا ليش يكون مناسب؟ يكون مناسب لما يكون عندي برزنتيشن اللي حاطه مثلا يحكي عليه معهد النفط التاهيل والتدريب وحاطه في معرض، من غير المعقول اني بنخلي موظف مقعمز بجنب البرزنتيشن ولما ينهي البرزنتيشن بيعاود يشغله من جديد. فنقول لا، انت كبرزنتيشن ابدا من الشريحه رقم واحده ونتوصل الشريحه الاخيره عندك انت، حاول تبدا من جديد في عرض الشريحه وهكذا. واضح الفكره شباب؟ بعدين نفس الشيء ممكن نرد هدايا ونحدد هنا القلم ولون القلم ابتداء، مع العلم ان القلم يمكن تغييره على حسب اللي يناسبك انت. نفس الشيء بالنسبه لي اذا كانك تبي تطلع زي العنصر ليزري هدايا، عندك الوان مختلفه، اللون المناسب ديما غالبا اللون الاحمر او الاخضر باش يكون واضح من بعيد. هذو هي الاساسيات اللي احنا غالبا نشتغل عليها. نفس الشيء شباب ممكن تجي لي السلايد شو، تبي تعرض كل الشرائح اللي عندك ولا الشريحة مثلا من الشريحة رقم واحد إلى الشريحة رقم ثلاثة إلى الشريحة رقم أربعة إلى الشريحة رقم خمسة. لكن الفرق بين هذه وبين الكوستوم شو شباب اللي شفناها بكري، إن الكوستوم شو ممكن تختار شريحة رقم واحد ورقم سبعة ورقم ثمانية، لكن الخيار هذا اللي نشوف فيه تو قدامنا هذا من إلى، يعني ضروري يكونوا مترتبات، مثلا الأولى الثانية الثالثة الرابعة أو الرابعة الخامسة السادسة السابعة وهكذا، هم لازم يكونوا مرتبات. لكن الكوستم انت تحدد شرايح مش شرط يكونوا مرتبات. طبعا هذه مش شغاله وعلى الشباب لاني ما عنديش كوستم شو اللي كونتهم بكري مسحتهم، غير هيك حيكونوا موجودات باذن الله شباب ونشوفوه. واضح اللي عندنا هنا شباب؟ احيانا مثلا في بعض الشرايح اللي ما تبيهمش يظهروا، مثلا الشريحه هدية عندي فيها بعض البيانات اللي هو اني وصلت لها ولا حقائق ولا نتائج ما نبيش حد يشوفهم. انا حنعرض النتائج في ثلاثه وبعدين التوصيات في اربعه وهكذا من البرزنتيشن. فنوقف على الشريحة هذه، لاحظوا الرقم أربعة وشغالة، مجرد ما نقول لها هايد أصبحت شريحة رغم وجودها، رغم وجود الشريحة هذه هنا، رغم وجود الشريحة هذه شباب، رغم وجود الشريحة هذه قدامي يعني في العرض، لكن لما قلنا له أبدأ في العرض حتى من البداية وامشي بعد الاندكس وامشي طول شباب، امشي للهوم، رغم أنه كان في فايل قدامهم، فايل هي موجودة، فايل هي، وهذه كلهم شالهم، مشي للهوم ومشي لغيره لكن فايل ما جاش، وعلاش؟ لأن قلت له الشريحة هذه اعتبرها خيرة مخفية. بدون داعي ان ندير هديليت، يعني من غير المعقول اني ننشئ برزنتيشن نحط فيه شرايح وكل مره ندير ديليت للشريحه من داش تمام، لا، في خاصيه هي خاصيه اخفاء الشرايح. تمام شباب؟ هذو ما هم الاساسيات اللي المفروض نعرفوهم احنا في موضوع السلايد شو. نتمنى شباب انك انت تجربهم عملي، ضروري تجربهم عملي، ما تكتفيش بالسماع، وبعدين تحاول مره واثنين وثلاثه وهكذا. بهي الشيء الاخير اللي بدك توصل له شباب، في إمكانية إنك تدير ريكورد للسلايد شو، تدير ريكورد بحيث شنو شباب؟ تبدأ في عملية العرض وتدير ريكوردينج وهذا يطلع لك كمجموعة من الملفات يمكن أن تستفيد منها وتعرضها في مكان آخر كمتصلة، كأنك فيديو ولا كمقاطع داتا شو متصلة. حنجوها بإذن الله إن شاء الله في موضوعات أخرى، مازال عندنا كيف نديروا فيديو من خلال برنامج الباوربوينت. نتمنى لكم التوفيق شباب، ونتلاقوا إن شاء الله في درس ثاني.